بالله. اكلت مليون بس. والله يتجرب بالله. ليش بدا؟ ورقة. لا تيقظ شو مالك؟ الأول. الثالثة. تسمحي لي ما عطيتكش كل شيء. 3 مليون أنا كنقول مليان الكوري. السلام عليكم. اليوم غادي نقول لكم ندى حسي شحال كتربح من يوتيوب. وفي هذا الفيديو غادي نوريكم يعني شي مواقع اللي كيوريك شحال كيربحوا من يوتيوب كل شهر. بالنسبه غادي ندخلوا دابا لاشين ديال ندى حسي. كما كتشوفوا لاشين هي ندى حسي اوفيسيال اللي فيها 484,000 بالنسبة للمشاهدات اللي 76 مليون و 283,000 يعني 6 في 2016. كما كتشوفوا هنا الفيديوهات 16 لساعة 19 قبل يوم قبل 3 أيام يعني 2 فيديوهات كل نهار تقريبا. فيديو كل نهار. ودابا غادي ندخل لهاد السيت هادي. يعني هنا كي يوريك الارباح اللي حسي اوفيسيال هادي لاشين تاعها. بالنسبه في المغرب المرتبه رقم 464. كما كنشوفوا يعني كتجيب 1 مليون مشاهدة في النهار. 1,200,800 يعني مؤخرا 1 مليون مشاهدة. مليون بالنسبة كل شهر يعني كتجيب ما بين 15 مليون 7 8 يعني 2 3 يعني مؤخرا فاش طلعت لي القناة. بالنسبة تبدا تكلم البالة تاعها نزار وداك الحماق يعني كل نهار كضرب ما بين 1,000 درهم 2,000 درهم. بالنسبة للأرباح تاعها يعني ما بين 5 مليون في الشهر حتى 84 مليون يعني في الشهر. علاش مبلبلينا؟ شي بالنسبة للقناة تاعها في الأول راه كانت كضرب 2 مليون 1 مليون يعني مؤخرا فاش بدات هادشي ولات كضرب 15 مليون في المشاهدة. بالنسبة لهم الأرباح تاع ندى حسي اللي تقريبا ما بين 5 مليون حتى 84 مليون في الشهر.